ليالي الحلمية ما كانش مجرد مسلسل الزعف رمضان وخلاص، لأ، ليالي الحلمية ده كان ملحمة عشنا معاها لمدة 5 أجزاء، وفي كلام كمان عن جزء سادس، لدرجة إن لحد دلوقتي لما تسمع موسيقى تتر المسلسل على طول بتفتكر رمضان اللي عمل في وقت من الأوقات إحنا اعتبرناهم جزء من الناس القريبين مننا اللي عايشين معانا. بس يا ترى بقى، هل دول الأبطال الحقيقيين للمسلسل اللي شفناهم، ولا كان في فنانين تانيين هيقوموا بالأدوار دي وحصلت حاجة منعتهم؟ ده اللي هتعرفوه معايا في الحلقة دي، يلا بينا. من أشهر الفنانين اللي ليهم قصة مع مسلسل ليالي الحلمية هو الفنان سعيد صالح، لأنه كان من المفترض أن يقدم دور سليمان غانم في المسلسل، ولكن اللي قام بيه بداله صلاح السعدني، وطبعا أبدع وعمل دور عاش العمر كله. سعيد صالح اتراجع عن الدور بعد ما اتفق على كل تفاصيل المسلسل، وكمان بعد ما مضى العقد، ولما يحيى الفخراني راح له يسأله عن سبب تغيير رأيه وتراجعه عن المسلسل وتقديم دور زي ده، قال له سعيد إن السبب إنه مش بيلحق يقعد مع صحابه على القهوة، وإنه عنده مسرح، ولو ماسكين فيا قوي فهجيلكم المسلسل ساعتين بس في اليوم، وباقي اليوم هكون في المسرح. وطبعا صناع المسلسل رفضوا الكلام ده جدا، فعلى طول سعيد صالح رشح صديقه المقرب جدا وقتها صلاح السعدني علشان هو اللي يقوم بالدور. ولما سعيد صالح اتسأل عن ترشيحه لصلاح السعدني بالتحديد اشمعنى هو، وهل هو كان شايف انه هينجح الدور فعلا زي ما حصل، رد سعيد صالح وقال احنا 4 أصدقاء، انا وعادل امام وصلاح السعدني واحمد ماهر، لدرجه ان زمان واحد صحفي غلط في اسمائنا وكتب سعيد السعدني، وده لاننا كلنا من طينه واحده وشكل واحد واسلوب واحد، وصلاح كان المتحدث اللابق اللي فينا، لكن ما كانش ليه دعوه بالمسرح ولا السينما، ولما لقينا مثلنا في المسرح والسينما خد هو كارير التلفزيون وبقى مندوبنا في التلفزيون، وعمل ارضيه ممثل من اكبر الممثلين اللي اتحطوا في تاريخ التلفزيون العربي. ولو كنا مثلنا احنا كمان في التلفزيون ما كناش هنعمل اكتر من اللي عمله صلاح. مش بس كده، كمان سعيد صالح كشف سر خطير جدا، صلاح اترشح لادوار كنت انا اللي هعملها واقدمها انا وحبيتها جدا لصلاح زي ما كنت هحبها لنفسي بالظبط. مش العمده بقى سليمان غانم بس اللي شخصيته اتغيرت في المسلسل، كمان شخصيه سليم بيه البدري كان المرشح الاول ليها هو الفنان محمود ياسين اللي اعتذر عن ادائها، وصناع المسلسل وقتها رشحوا الفنان محمود عبد العزيز اللي ما كانش فاضي فاعتذر هو كمان علشان يقوم بدور سليم بيه البدري هو الفنان يحيى الفخراني. تخيلوا كده لو المسلسل كان محمود عبد العزيز وسعيد صالح، كان هيبقى احلى من اللي احنا شفناه؟ قولوا لي كمان انتوا رايكم في الكومنتات. لكن اللي حصل ان يحيى الفخراني يقدم الجزء الاولاني وينجح نجاح كبير جدا، ويقدم كمان الجزء الثاني وينجح برضه، واستمر النجاح ده بمشاركته لحد الجزء الخامس لما فاجئهم الفخراني بانه مش هيكمل في المسلسل تاني ومش هيشارك في الجزء الخامس. ولما اتسال الفخراني عن سبب رفضه للمشاركه قال ساعتها انا حسيت ان المسلسل انتهى من الجزء الثالث، الجزء الاول كان قوي جدا والثاني كان ضعيف نوعا ما، اما الثالث حسيت انه خلاص مفيش حاجه فيه تتقدم. كمان الفنانه فردوس عبد الحميد من الابطال اللي ما كملوش فتره طويله في مسلسل ليالي الحلميه، والجميع وقتها كان مستغرب ليه فردوس ما كملتش المسلسل رغم نجاحه الكبير جدا. ولما اتسالت فردوس عبد الحميد عن الجزئيه دي ردت وقالت انا ندمت اني ما كملتش دور انيسه في مسلسل ليالي الحلميه في الجزء الثاني. مش بس كده، فردوس حكت كمان وقالت لما سألت الكاتب أسامة أنور عكاشة عن تطورات الشخصية بعد الجزء الثاني حكالي أحداث كتيرة جدا، لكن لما استلمت السكريبت ما لقيتش أي حاجة من دي وزعلت بسبب النقطة دي جدا، ولما سألت عكاشة تاني قال لي هو الدور كده، وبسبب رد أسامة أنور عكاشة أنا زعلت جدا وقررت إني مش هعمل الدور، وطبعا اللي عمل بدلها الدور الفنانة محسنة توفيق. أما بقى الفنان حسن يوسف وهو بعد ما مثل في ليالي الحلمية الجزء الأول والثاني وقام بدور توفيق البدري، فهو قرر إنه ما يكملش باقي المسلسل بداية من الجزء الثالث، واكتفى إنه يشارك في الجزء الأول والثاني بس. ولما اتسأل عن موقفه ده حسن يوسف قال أنا قدمت الجزء الأول والثاني واعتذرت بداية من الجزء الثالث لأن الورق ما كانش عاجبني. أما الفنانة آثار الحكيم اللي تألقت في دور زهرة سليمان غانم على مدار 3 مواسم قررت هي كمان من الموسم الرابع تعتذر عن عدم المشاركة في العمل لأنها كانت عاوزة تجيب أخ لابنها. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا ايه ذكرياتكم مع ليالي الحلمية ومين أكتر شخصية أثرت فيكم؟